هذا يعني الحصار ديال غزة، الحصار ديال الفلسطينيين، بطالة، التشريد، القتل اليومي. هذا القيام غاصب ووحشي وقاتل ولا يعرف للرحمة ولا للإنسانية وجود بالمطلق تماما. ما العمل في مواجهة هذا الكيان؟ ما العمل في هذا؟ يعني أشير حتى من طرف منظمة العفو الدولية حينما كان تقريبا أعتقد يعني صالح حجازي هو نائب المدير العام لمسألة الشرق الأوسط أصر على هذه المسألة وقال ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر من هذا من هذا من هذا العدو؟ وأيضا الجدار الفاصل حينما اعتبر أنه غير قانوني سنة 2005. بالنسبة لغزة هناك طبعا يجب أن نكون صراحة حينما نتناقش. الشعارات الأولى، الشعارات القولية هي فلسطين موحدة، فلسطين من النهر إلى البحر، فلسطين بكامل التراب الفلسطيني إلى آخره. يعني استطاعت إسرائيل دائما السياسة، هذا الشغل السياسة وهذا الشغل السياسة. تحنا من يجي يقول لكم كنت قومجيين في لحظة ما، يعني كنت قومجيين عرب تؤمنون بالقومية العربية وكذا إلى آخره. لو أطحت هذا الشعار اليوم لا بهدلت، يعني يقول قومجي كذا إلى آخره. يعني السياسة وفعلها، يعني ممكن يكون عندك السيد 10 سنوات هو موقف، بعد 20 سنة يكون عنده موقف. ثانيا كيف نتعاطى نحن مع الهزيمة؟ احنا تقريبا أصبحنا شعب يتبع الشعارات، أصبحنا شعب يعني طيب لا يؤمن بالظلم. الشعب المغربي لا يؤمن بالظلم، لا يقبل أن يقتل الأطفال، لا، وبالتالي هو كل القضايا العادلة يهب إليها كيفما كانت نوع هذه القضايا. ليس من الضروري أن تكون قضايا إسلامية أو قضايا عربية، إنما حتى بعض القضايا الإفريقية المغاربة أدانوا قتل يعني المدنيين وأدانوا الحروب الأهلية في رواندا والحروب إلى آخره. المغرب دائما كان والمغاربة كانوا على أهبة أبيهم ضد الظلم كيفما كان. هم يحتجون ضد الظلم، هم اللي قدموا شهداء كميرا، هم الذين قدموا شهداء في 84، هم مازال الآن يضربون من أجل حقوقهم ويقومون بمسيرات ويحتجون، وأيضا هم مازالوا الآن من أهم يعني الدول ومن أهم الشعوب التي تحتج من أجل القضية الفلسطينية. كان حضر الندوة هذه منظمة من طرف فرع أمنيستي انترناسيونال بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول تاريخ الانتهاكات الجسيمة إسرائيل في أرض فلسطين وخاصة في غزة والضفة الغربية، وكان حاولوا نوقفوا على هذا التاريخ هذا منذ وعد بلفور الآن، والإدانة الشاملة للمجتمع الدولي والجماهير ديال العالم من هذه الانتهاكات هذه، والمحاولات اللي كتستهدف المدنيين العزال في الأرواح ديالهم، واللي أدت تقريبا واحد مسلسل استمرارية بخصوص العدد الهائل من الشهداء والمصابين والتنكيل والتهريس والتكسير ديال البنية التحتية والمستشفيات والقتل ديال الأطفال والازدياد ديال عدد الضحايا أمام الاستنكار ديال العالم والمطالبة بوقف هذه العدوان. ورغم ذلك إسرائيل لا تستجيب لهذه المطالبة، وأمنيستي كتحاول توقف على هذه المحددات كلها وعلى هذه المعالم هذه كلها اللي كتمس القانون الإنساني، واللي كتشوف بأنه هناك مبادرات جمعيات حقوقية والمحامون في العالم بمحاولة جر إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية نظرا لجرائم ديال الإبادة ضد الإنسانية والجرائم الحرب التي تقترفها ضد الشعب الفلسطيني العزل. إذن هذه هي محاور ديال الندوة من خلال الحضور، من خلال الأسماء اللي حاضرة والممثلة للأطياف حقوقية وأطياف وسياسية، ومن خلال أيضا يعني الجمهور الحاضر نحاول طبعا الإجابة على هذه الأسئلة المحرجة والوقوف عليها. لكي نصل إلى هذه الانتهاكات يجب أن نتحدث عن التاريخ الحقوقي والقانوني، وعن هذا التاريخ من الصراع بين الفلسطينيين وما بين الكيان الصهيوني، وهذا الانتهاكات أو تاريخ هذه الانتهاكات في ظل هذه الازدواجية. وبالتالي أرى أننا ربما هذا المنطلق حول الصراع في المنطقة هو أمر مهم جدا تناوله بداية، على اعتبار أن ربما إذا تحدثنا عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط ومركزها الصراع الفلسطيني
الإسرائيلي بين قوسين هذا له مصالح معينة من جهات مختلفة، وليست فقط من 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 الصهاينة أو الإسرائيل أو من الجانب العربي أو من الجانب الغربي أو من جانب الولايات المتحدة، فهي تعتبر هذه المنطقة هي منطقة مركز العالم، وبالتالي هذا الحفاظ حول المراكز في هذه المنطقة هو صراع، هذا هو ساحة هذا الصراع أكيد. وربما إذا تناولنا التاريخ في عمقه سنجد على أن الكيان الصهيوني كان منفذا أساسيا لعدد من الدول. طبيعة الحال إحنا عشنا الحربين العالميتين الأولى والثانية، تم خضع عنها دول عظمى ودول يعني يمكن أن نسمي هذه الازدواجية ما بين المتقدمة والمتأخرة أو النامية. لعل هذه الدعوة الكريمة من منظمة العفو الدولية في المجموعة مجموعة طنجة اتخذت من هذا العنوان الذي هو يعني عنوان النقاش الحالي والنقاش العالمي حول القضية الفلسطينية، عنوانته بحرب أو الحرب على غزة انتهاكات أو تاريخ من الانتهاكات الحقوقية والقانونية. حاولنا من خلال هذه الندوة أن نركز على هذا التاريخ، تاريخ الحقوقي، التاريخ إصدار القوانين الدولية من معاهدات من مواثيق، تاريخ الصراع ما بين الكيان الصهيوني وما بين الفلسطينيين. حاولنا أن نوضح هذا التاريخ من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وما تعيشه الآن غزة. هناك حمولات كثيرة لانتهاكات صارخة في حقوق الإنسان حاولنا توضيحها، بداية من الحرب، حرب الإبادة الجماعية، انتهاء باستهداف الصحفيين وعموم الإعلاميين، وما بينهما انتهاكات كثيرة جدا حاولنا توضيحها في هذه الندوة، وشكرا.